باسم سوا، ولا هو لن يدعم حتى بالمعنى مرشحين ينزلوا باسمهم، لكنه سيدعم لوائح ومرشحين مستقلين. هيك عم بينقال، عم نسمع. هل سيكون هو البديل لماكينة المستقبل؟ صعبة. مكانة المستقبل مكانة كبيرة ومكانة منتشرة وراسخة بالبلد. صحيح أنها ضعفت، صحيح أنه بس موجودة، بس بدها تمويل، بس موجودة. إيه بس ما حدا بيقدر يجي يفوت يزت فيها مصاري ويقول أنا أخذتها. هذا مش نادي فوتبول مثل تشيلسي مع إذا حدا من جوا أبراموفيتش. لا منه هيك. إذا حدا من قلبه. لا لا منه من قلبه. لا مش هو بهاء الحرير من قلبه. إذا كان حدا من داخل هذه الماكينة. ما في هذه المكنة بعد ما في عندك أشرف ريفي بطرابلس، رئيس فؤاد السنيورة في بيروت، في مشاهد ممكن تكون عم تنرسم. فينا نقول اللي بدنا إياه بسعد الحريري، فينا نحبه أو ما نحبه، فينا نقول عنه ارتكب أخطاء أو ما ارتكب أخطاء قد ما بدك، يعني لايحة كبيرة بكل شيء، بس ما فينا نقول إنه منه هو القيادة الوحيدة لهذا التيار، حتى إشعار آخر. وهذا التيار لا يزال له لديه عنده رسوخ بضمائر جزء مهم من السنة. كل السنة لا، جزء مهم. ما هو بهاء الحريري يقول أنا أريد أن يعني أن أكمل مسيرة الرئيس الشهيد بس يعني كمان هيدي وراثة للتيار فيها تكون. ما بعرف، هيدا سؤال من واضح مش معروف. أولا هي محاولة هيدي وراثة لاسم رفيق الحريري لكن من خارج أطر تيار المستقبل، في إطار خلاف داخلي داخل عائلي، وهذا أمر مؤسف على كلين. لكن عشو مختلفين؟ شو؟ عشو الخلاف العائلي؟ ما بعرف. مختلفين أولا بالأساس، بالأساس كانت الخلاف كان يعود إلى اختيار الأصغر نيابة، يعني مكان، يعني كان الاسم على أساس بهاء صار مقابل الأكبر، إضافة إلى بس هيدا ما كان كافي لأنه رجعت العلاقات كانت منيحة مدة سنوات بين بعضهم، كانت جيدة وكويسة ومعقولة. إنما الخلاف إذا بدك بالمعنى السياسي هو خلاف حول موضوع التسوية، وموضوع ما اعتبره ما يقول الأستاذ بهاء الحريري إنه صار في تسوية مع التيار الوطني الحر ومع ميشيل عون ومع حزب الله إلى ما هنالك. وطبعا عنده طموح سياسي، هلا هو حر يكون عنده طموح هل سياسي. هل هو خيار السعودية ممكن يكون؟ أنا بعتقد إنه الخيار السعودي، وبرجع على السؤال الأولاني، خيار السعودي إدارة الظهر للواقع اللبناني في الوقت الحاضر. لحد ما بعتقد إنه عنده خيار حدان، وما بعتقد وبعتقد إنه الأستاذ بهاء الحريري بحاول يفوت بطريقة ما، هذا حقه. بالنتيجة في ناس رح يكونوا مع، في ناس رح يكونوا ضد، عنده إمكانيات مالية. بس في حدا بده يملأ هالفراغ؟ يعني اليوم مثلا المعلومات تتحدث عن حتى عن أنه كمان الرئيس نجيب ميقاتي لن يترشح للانتخابات، يعني بالآخر في فراغ رح يكون موجود بهذه بس أنا بطرح سؤال على بس أنا عم بطرح سؤال على نفسي على الأقل، أنه الرئيس ميقاتي ليه ما بده يترشح؟ شو مشكلته؟ ليه ما بده يترشح؟ هذا سؤال، أنه شو مشكلته ما يترشح؟ أولا بس هو ليه برأيك ما بده يترشح؟ ما هيدي القصة الغريبة، هو رئيس سلطة اليوم تنفيذية تدير الانهيار. وبعدين هو وانتبهي، هو جاي طول عمره مئاتي يجي لما بيتعثر الحريري. تذكري تاريخ مئاتي هو عندما بيتفركش الحريري بمسيرته، ما بحياته إجا لحاله، دايما بيجي لما قصدك بالمحطات من 2005 لل 2011 مات الحريري، مات الأب، إجا هو كحل وسط. 8 أزار طيرت سعد الحريري هو بأمريكا، إجا هو وراء عون ومجموعته فشلوا سعد الحريري، إجا هو نط على رئاسة الحكومة. مشكلته دائما أنه دائما بيجي كبدل، وحتى الآن لم يأتي ولا مرة لغاية الآن كطرح مستقل، انه هيدا اوكي هيدا هو وبس،
بيجي دائما بدل، هذه ثلاث مرات اللي اجى فيهم، ثلاث مرات اجى بدل. واذا اقر لكن اليوم ما يتمتع بقدرات ماليه هائله، اكيد هو من اغنى الاغنياء بالعالم، مش بس بخيل. شو هذه كمان بخيل بالسياسه؟ لا لا، بخيل بالفلوس، بخيل بالفلوس وبيساعد، بس الشخص انه الله يعينه، لا 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 عائلته، بس انه مش لا 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 معروف معروف، هذا جزء من مشكلته، لانه البلد بالشان العام. قصدك حبيبتي بالشان العام، شو انا شو على فنجان قهوه؟ بالعكس حرام يعني، بس بالشان العام بده البلد، البلد عطشان، البلد الناس عندها مصايب، والناس منا معيبه لما الناس تجي بتوقف بوجهك بتقلك انا محتاج انك تساعديني بهذا النقطه وبهالنقطه وبهالنقطه. الناس عم بتموت، انت عم بتقولي عم يكسروا كنبياتهم ليتدفوا. مش بس انا، اذا البلد بشوفوه العالم، اذا البلد عطشان. ف لما يكون ثروه ب 5 مليار والمساهمات الاجتماعيه هي جزء يعني يكاد لا يذكر، هذا امر اخر. هلا على بركي مشان هيك ما بده يترشح على الانتخابات، بدون ما يزعلوا، لا زعلوا خلص عليه عنه اكيد صار. لا بس هو معروف بس انه بالانتخابات النيابيه بركي مشان هيك ما بده يترشح، اذا انضفت هالقد مصاري ما بعرف يعني بركي هذا هو السبب. بس على كل النيابه خدمات عنا للاسف يعني، خلينا نقول على كل الفكره العامه اللي بيعكسها، الصوره اللي بيعكسها هي صوره انه ما عم بيلبي منطقة ميتة بقدرات بحجم أكبر من قدراته المادية لمساعدة الناس. بس خلينا نقول تنكون منصفين معهم، بين الفراغ وبين أن يملأ هذا، ومنعتذر على كلمة بخيل من شيلها يعني، حتى ما يكون حدا هلا بدك تشيلها. لا جربت ساعة. لا بس نعمل مثل وليد بيك بيقول حمست لا بموضوع بيعمل تغريده وبيحذفها